هاد السيده غير جارتي وبقات فيا مسكينه، كانت كتمشي قدام الجامع ديال الحمدونيه، كانت مسكينه دايره كراريسه وتطلب وداكشي. داك النهار دازت عليا قلت لها مالكي، قالت لي راه رجلها اخرى غادي يقطعوها لي، وبقات فيا. وجيت مسكينه عندها، هزت الامبيلونس البارح بالليل وداوها لسبيطار محمد الخامس وداروا معاها باش هي تدخل تنعس من الخميس. ومسكينه ملي بقات فيا وداكشي اتصلت بكم، هي ما عندها حد، عندها الله سبحانه وتعالى. انا غير بقات فيا مسكينه ما تجيني ما والو، دخلت شفت الحاله، راه نتوما شفتوا الحاله ديالها كي دايره وداكشي. حنا عندنا الله سبحانه وتعالى، يعني اي واحد ما يقدرش يتحط في هذا الموقف، يعني الا مشي لك غير صبيع من يدك راه غادي يبقى فيك الحال، حسب لك رجيله مشات وغتزيد رجيله الاخرى حتى هي غادي تمشي. يعني سبحان الله الحاله كتعبر على شو ما عندي ما نقول، الحاله تتعبر عليها مسكينه. نجي مره مره مسكينه تنطلع لي اثرت فيا، فهمت؟ اثرت فيا، اثرت فيا السيده، انا ما تجيني ما ريت نعرف الله سبيل الله، اثرت فيا بزاف. داكشي علاش اتصلت بكم وبغيتكم توقفوا معايا. مسكينه خاصها كوريريسه، اللي كانت عندها الكوريريسه كانت كتدفع كتمشي مسكينه تسعى بها وداكشي، كوريريسه ما عندهاش. دابا خاصها مسكينه كوريريسه وخاصها الدواء، تشوف دابا رجيله فين غادي يقطعوا، على واش من هنا ولا حتى الفوق ولا ضروري خاصها شي كوريريسه. يعني المحسنين يتعاونوا معاها في سبيل الله، يفدك الدواء يا مسكينه، يشرو لها الدواء ويجيبوا لها شي كوريريسه في سبيل الله. انا تشوفوا الحاله كي دايره، هنا واحد السيده من جديده عطيه السكريه حاسكه هاد الرجل، هاد الاخرى تيقالوا لي غدا الخميس عندك العمليه، بحسكه ما عندي حتى حد، كانت عندي كروسه كنخرج للارض زعما كيدوروا معايا الناس باش كنخلص كرا باش كنشري الدواء. دابا تعاطبت لي ديك الرجل الاخر، ما بقيتش كنقد نخرج، ما بقيتش كنقد نوم، من بعد اللي عاوني على حياتي ولا الدواء صافي تشري باغا منهم. سميتي فاطمه، صبراني فاطمه، كنسكن في درب الطويل من دراسة تاد لي رقم دار واحد مكره، اجي شي 7 سنين ولا 8 وانا كنعاني بحالك وانا مريض. ديرا كروسو كنخرج كيدورو معايا الناس، كنلقط داكشي لي لقطتو كنجي خلص من الكرا ونشري منو الدواء صافي هادشي لي كنتيه. ما كنخدم مع الدينا صح، هذا معايا حتى حد، ما معايا والو، معايا الله تعالى هو اللي كاين هو اللي معاوني. قال لي نحس كلك الرجل الاخرى راه مريضة بزاف، قال لي نمشيو نحس كوالك حتى هي. هنا نحس كولي صافي بقيت هكا ما عنديش من ما طيب غرزت عند المولى من ثاني ثمن كوال. والله كريم كاين الله، كانت عندي الرجيلة ساعة كنخرج بالكروسة دوك ما بقيتش نقد نخرج، ما كيجي عندي حد ما كيعاوني، حد من كنت نخرج يشوفوني يدوروا معايا، ملي داخلة ما كيجي عندي حد ما كيشوفني حتى واحد. كنت طالب ادوية وصحيحتي صافي هادشي اللي كنت طالب، وعاونوني في الكرة في المعيشة صافي هادشي اللي باعو.